الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المقطع رقم 3، الدرس رقم 3 من بحوث عمليات برمجة خطية، مسألة تحت عنوانها طبعا مسألة الحل غير المحدد، Operation Research Linear Programming under the title Unbounded Solution. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. أذكر الآن بما استعرضنا في المقطعين السابقين. استعرضنا في المقطعين السابقين حالتين من مسائل البرمجة الخطية. في الحالة الأولى حيث وجدنا حلا واحدا أمثلا فريدا من نوعه للمسألة، أو ما يسمى Unique Optimal Solution Problem. وفي الحالة الثانية التي ذكرناها في المقطع الثاني أو في المقطع الثالث، لأنه قدمت أنا مقطع الأول ثم مثال ومقطع ثاني اللي هو يعني في بحوث العمليات، وهذا هو المقطع الثالث. ففي الحالة الثانية وجدنا بأن هناك عددا لا نهائي من الحلول المثلى، an infinite number of optimal solutions. في هذا المقطع نتعامل مع مسألة الحل غير المحدد، ما يسمى unbounded solution. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. لنفترض بأن لدينا المسألة التالية، هذه المسألة الآن، أي الآن دال زي تساوي 6x زائد 4y، نسميها الآن، هذه تذكروا سأعيدها أكثر من مرة، ما يسمى بالدال الهدف أو Objective Function. وهنا القيود، هناك قيدان، القيد الأول 2x سالب 2y أكبر من أو تساوي 2، والقيد الثاني 2x زائد 2y أكبر من أو تساوي 8. أوكي؟ وهنا طبعا ما يسمى بالقيود غير السالبة، non-negative constraint. فأذكر هنا، هاي الآن ما يسمى بالدال للهدف، و X و Y نسميهم إحنا عادة متغيرات القرار أو ما يسمى decision variables. أما هذه الآن القيود الثلاثة، لكن أهم شيء هاتين القيدين هنا نسميهم إحنا مجموعة القيود. وهنا من قبل تحصيل الحاصل أنه يجب أن نعرف يعني X ما هي القيم، ما هو مداها، يعني القيم التي يمكن أن تحملها X والقيم التي يمكن أن تحملها Y. الآن الخطوة الأولى في حل أو الوصول إلى حل للشخص المتابع الآن هو تحويل اللامتساويات. لدينا متساويتان 2x سالب 2y أكبر أم تساوي 2، و2x زائد 2y أكبر أم تساوي 8. هاتان متساويتان يجب أن نحولها إلى متساويات أو متساويتين في الحالة هاي. فإذا الآن أصبحت اللي هي اللامتساوية أو نسميها المتباينة، المتباين الأول المتباين أصبح الآن متساوية، يعني عبارة عن شك على شكل معادلة يعني بسيطة. فأصبحت الآن 2x سالب 2y أكبر من أن تساوي 2، أصبحت 2x سالب 2y تساوي 2، و2x زائد 2y أكبر من أو تساوي 8، أصبحت الآن 2x زائد 2y تساوي 8. وبقيت هذه لأن هذه ما يسمى non-negative constraint. فإذا أرجو التأكد من كل هذا الكلام، نتابع على بركة الله. الآن هذه أعدناها هنا، أوكي، هذه القيود حولناها إلى معادلات عادية. الحل بالتمثيل البياني، نقوم الآن بحل المتساويات، يعني هاتان المتساويتان نجد لهما حلا، ما هي قيمة X و Y التي تجعل هذه صحيحة، وما هي قيمة X و Y التي تجعل هذه صحيحة. فإذا تعلمنا طريقة بسيطة، هناك أكثر من طريقة، لكن هذه الطريقة اللي هي بقسمة كل طرف، يعني هنا هذه المعادلة نقسم كل طرفها على الطرف الأيمن، فتصبح 2x مقسم على 2 سالب 2y مقسم على 2 تساوي 2 مقسم على 2، وهذه 2x زائد 2y تساوي 8، تصبح 2x مقسم على 8 زائد 2y مقسم على 8 تساوي 8 على 8، حتى نجد ما هي القيم التي تأخذها X و Y في الحالة الأولى حتى تكون هذه صحيحة، وما هي القيم التي تأخذها X و Y في الحالة الثانية حتى تكون هذه المعادلة صحيحة. إذن هذا هو الحل 2X. لاحظوا أخذنا هذه المعادلة قسمنا كل أطرافها على 2 اللي هو الطرف الأيمن، ها 2X قسم على 2 سالب 2Y مقسم على 2 تساوي 2 على 2. هذه الآن تختصر 2 مع 2 وسالب 2 مع 2، يصبح عندي X سالب Y تساوي 1 صحيح، لأن 2 على 2 تساوي 1 صحيح. لا يمكن أن تكون هذه المعادلة صحيحة إلا إذا كانت X 1 صحيح
وواي تساوي سالب واحد. يعني هاي أرجو من كل واحد منكم أن يأتي بقلم ورقة ويتأكد. أما بالنسبة للمعادلة الثانية فهي الآن لما قسمنا كل أطراف على 8 أصبحت 2 أكس مقسم على 8 زائد 2 واي مقسم على 8 تساوي 8 على 8 تساوي 1 صحيح. الآن نختصر الآن هذه 1 على 4 وهنا 1 على 4 إذن ربع أكس أو يعني أكس مقسم على 4 واي مقسم على 4 تساوي 1 صحيح. ما الذي يجعلها صحيحة؟ لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا كانت أكس تساوي 4 وواي تساوي 4. فالإحداثيات هنا هي أكس اللي هي 1 و0 بالنسبة لواي 0 وسالب 1. هنا أكس إحداثياتها 4 و0 بالنسبة لواي 0 و4. فالآن نستغل هذه الإحداثيات والمعلومات حتى نصل إلى الحل بالجرافيكال ميثود اللي هو نتحدث إحنا على الحل بالطريقة البيانية. فالآن هنا الحل بالتمثيل البياني. هنا على المحور الأفقي X، المحور العمودي Y، لكن لاحظوا لي أنه امتد إلى الجزء السالب لأن لدينا Y تساوي سالب واحد هنا بالمعادلة الأولى. إذن هنا فالآن طبعا هنا Y. الآن بدي أمثل بيانيا هذه المعادلة. هنا هذه المعادلة بعد ما عرفنا الإحداثيات التي تجعلها صحيحة وهي X تساوي واحد وY تساوي سالب واحد. إذن هذا الدالة هذه المعادلة اللي هي 2x سالب 2y تساوي 2 تنطلق من هذه النقطة هنا، لكن سالب 1 و1 فالإحداثيات هنا 1 و0 وهنا 0 وسالب 1. هاي بالنسبة للمعادلة الأولى. بالنسبة للمعادلة الثانية لاحظوا لي أنه الإحداثيات x تساوي 4 يعني 4 و0، أما y تساوي 0 و4، وبالتالي هذا الخط المستقيم هذا اللي هو ميل سالب بيقول لي انه القيمة طبعا هنا اللي هي المعادلة هاي بين اجزاء 2 واي تساوي 8. اذا هذه 4 هنا تصبح 4 مع 0 وهنا 4 اللي هي 0 مع 4. اذا تعرفنا الان الشكل البياني لكل معادلة من هالمعادلتين هنا. وبالتالي لاحظوا لي لانه المتباين بيقول لي 2 اكس سالب 2 واي أكبر من أو تساوي 2، بمعنى آخر أنه هنا الضغط بعيدا عن نقطة الأصل يعني إلى الأسفل هنا. طبعا المعادلة الأولى هاي عفوا الثانية هذه اللي هي 2 أجزاء 2 واي تساوي 8، وبالتالي تمثيله هو 2 أجزاء 2 واي تساوي 8 هذا الخط البنفسجي. فبقول بعيدا بعيدا الآن عن نقطة الأصل إلى الأعلى، وبالنسبة لهذه إلى الأدنى لكن بعيدا عن نقطة الأصل. وبالتالي الآن نعرف أن الحل يكمن بعيدا عن نقطة الأصل في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، لكن السؤال أين؟ يعني هنا بهذا الاتجاه وهي بالأهل، يعني هذه إلى الأعلى وهي إلى الأسفل. الآن سنتبين ذلك من خلال أنه يعني بما أنه X وY لا تأخذ إلا قيم صفرية أو موجبة لا يمكن أن تكون سالب، وبالتالي الحل يكمن الآن في هذا القطاع فقط لا غير هنا، وهو حل غير محدد. لاحظوا لي أنه الأسهم هذه تشير إلى الذهاب إلى ما لا نهاية، ما لا نهاية اليمين. هاي الآن القيد الأول هنا وهذا القيد الثاني، ننطلق من هنا إلى باتجاه طبعا هنا الاتجاه هذا وهذا الاتجاه هنا، وبالتالي لأنه الاتجاه إلى الأسفل هنا وهذا إلى الأعلى، وبالتالي ولأن القيم ينبغي أن لا تكون إلا قيم صفرية أو موجبة، أوكي؟ فبنلاحظ على أنه اللهم صل على محمد أن الحل لا نهائي، ما يعني بأن الحل غير محدد يسير إلى اليمين من غير نهاية محددة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة أحبتي، وإلى لقاء قريب ببحوث عمليات رقم 4 بإذن الله، برمجة خطية مع أمثلة عملية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.